نتعرف على من هو ياسر السقاف مع حسين الطائي. جديدة هذه. صحيح أن ضيفنا بعد شاب والحياة أمامه، بس عرف بكل ذكاء شلون يفتح أبواب النجاح. وصحيح أن ضيفنا بعد يكتشف بالحياة، بس الأكيد أنه بعدنا ما شفنا إلا القليل من المستقبل راح يتزين باسمه. ياسر السقاف ابن حي الشاطئ شمال جدة، شاب بسيط دائما يفكر بالإبداع وطرق تحقيقه. من مواليد 84 يناير، حصل على شهادة البكالوريوس بالهندسة الكهربائية وتخرج بامتياز من جامعة كولورادو الأمريكية، وعمل في مجال التجارة من خلال المساهمة في تأسيس شركة أبناء محمد السقاف للبيوت الذكية. ياسرنا طلع طباخ وشاطر، وهذه عمايل الغربة. عمري ما فكرت الحب. مساء الخير لجميع المشاهدين اللي تابعونا مباشرة من حول العالم. مساء الخير لمدربينا النجوم اللي حيرتاحوا الليلة من القرار الصعب. نتفق أو نختلف، ظهوره ببرنامج المواهب الأول ذا فويس كبار وأطفال كانوا نقلة نوعية بحياته. وبعد 9 سنين من العمل في الإذاعة والتقديم المسرحي وصل لمسرح ذا فويس، وهالحياة شهدت عدة مراحل وشهادات للتاريخ. ألذ واحد في العالم أنت، والله العظيم أجدع وألذ وأطيب، يعني ما فيش فهم كفاية أو صفة. يا رب والله العظيم وأنا أحبك كثير، يعني من أكثر الحاجات اللي اتبسطت بيها في ذا فويس السنة دي إن أنا اتعرفت عليك. أنت يعني منور البرنامج. يا رب. أي واحد بعدين أدائك بكل أمانة، يعني جيب كأن البرنامج خلق لك. بعد الإبداع ده مالي وجه جهينا أنا بس خلاص. وأنت إبداع حبيبي، أنت كمان إبداع. شكرا أحلى، شكرا. وجودك جميل في البرنامج. شكرا لك، يا الله يديك العافية. شكرا لك. العالمية صعبة وقوية، وياسرنا كان كاسر ومحب للكيان الأهلاوي ويرفض التعصب ويحب الجميع، ويقال كان مهاجم وهداف أيام المدرسة، ولولا الهندسة لشفناه هداف بجانب السومة. ياسر الآن ما البست؟ ياسر ليش نعمل البست؟ ياسر أنا قاعدة أكلمك. ياسر ليه ما البست؟ قاعدة أكلمك هنا. اسمعي روحي أنت أنا ما أبغى. مخلص تصوير وبفتح الرسائل وزي كذا، ويعني في ناس تتشمت فيها إنه الأهلي ضاع على الدوري. يعني كان جي مباراة الهلال، ترى يعني أنا مقتنع من مباراة الهلال إنه ما حناخذ دوري. ضيفنا لا يحب مدريد ولا برشلونة ولا عاشق للسيتي ولا حتى ليفربول ولا يشد الحنين الميلان. ضيفنا طلع محب للبرتغالي رونالدو، من مانشستر يونايتد لريال مدريد، وحتى حط الرحال بالسيدة العجوز وصار يوفنتيني ومتيم. من الأخير وان ما يكون الدون يكون ويا ياسر السقاف. شو هالجمال، شو هالطبيعة، شو هالبحر. باب الكرة لباب التمثيل، ننتظر ظهور مميز في فيلم تشامبيونز من إنتاج المخرج العالمي أنديس الحائز على جائزة الأوسكار، وإخراج مانويل، وهو عبارة عن نسخة عربية لرواية إسبانية مثيرة. لننتظر هذا النجم في قادم الأيام. نختم هذا الموسم من The Voice Kids، موعدنا معاكم الموسم القادم، لا تفوتوا الحلقة الأولى من The Voice Senior قريبا على NBC. تصبحوا على خير. حسين الطائي، صدى الملعب.